عرض كريم الى ساحة القرآن حتى نلتقي مع اعلام الاذاعة الشيخ احمد عوض ابو فيوط والشيخ علي محمود شمير والشيخ شعبان عبد الكير قبل ان نبدأ هذا تلاوات متكررة من ابناء المنطقة وابناء القلوبية رجائي ان تكون تلاوات قصيرة لنمكن الجميع من الواجب. الان التلاوة لابن مدينة القلوبية القارئ الشيخ احمد الجهري يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وكذلك أوحينا
سمعنا الشيخ ابو الوفا الصعيدي مجسد في صوت الشيخ احمد الجهري ابن مدينة طوق اليوبية وهو يتلو من خواتيم سورة الشورى.
أقول لكم كل عام أنتم بخير، وأبارك مقدما للسيد النائب المنتظر الأستاذ محمد توفيق بكير ابن سندوة، وأشكر القائمين على تنظيم الاحتفال شيخ عاطف موسى حد نجد الدين وكل الأحبة من أبناء الصفية. وأقول لحضراتكم كما استمعنا لأبو الوفا